يحكي هذا الفيلم قصة رجل مسلم تركي، عالم وواعظ، وقصة إلهامه لحركة عالمية تضم نشطاء اجتماعي. في عام 2013 صنفته مجلة التايم مع القادة الأكثر تأثيراً في العالم، وبسبب تأثيره أطفال معوزون في مئات الدول يتعلمون والمرضى يعالجون والجوع يطعمون، وغالباً يتم ذلك في ظروف خطيرة. لكن بسبب تأثيره وقوة حركته التنظيمية الكثير يخشون فتح الله غولن ويتهمونه بأنكل الصفات حتى في بلده تركيا، وبما أنه قائد مسلم فهو تحت المراقبة في الولايات المتحدة، من فاه الاختياري. ولنتعرف أكثر على هذا الرجل المثير للجدل وحركة المسلمين الأتراك الذين يلهمهم، سنبحث في التاريخ التركي والتصوف، وسنذهب إلى حيث يشتغل هؤلاء النشطاء المثاليون لخدمة البشرية وإرضاء لله تعالى. ظهرت حركة الخدمة عام 1960 على الساحل الغربي لتركيا، وكان فتح الله غولن واعظاً شاباً تختلف دروسه عن الآخرين. نحن نذهب عادة إلى المساجد وننصت إلى دروس حول الإسلام وعن خلق وسلوك الرسول وعن تعاليم القرآن الكريم. إنني أتذكره عندما كان يتحدث إلى طلبة جامعيين حول مسألة ديناميات الحرارية والقانون الأول والثاني، وبعد أن شرح هذه المسألة العلمية أضاف بعض الآيات من القرآن الكريم. حينها استغربت لهذا الربط بين مسألة علمية وآيات قرآنية. لقد كانت رسالة الأستاذ غولن حول توافق الحقائق العلمية مع إيمان المسلم. يمكن أن يكون المرء مؤمناً وعالماً وأن تكون الديمقراطية أحسن أشكال الحكم، فخطبه إيجابية ومليئة بمعان أبحث عنها. لقد وضح الأستاذ غولن الرابط بين الإسلام والعلم وبين الإسلام والديمقراطية الحديثة، ووضح معنى خلق الله للإنسان. إنه يريد أن يقنع الناس أنه لتكونوا مسلمين لا يكفي أن تؤدوا العبادات، فخدمة الله التي تركزون عليها عند العبادة يجب أن تشكل الناظم لحياتكم والدافع لخدمة الإنسانية. إن تركيا بلد مسلم، لكن بسبب تواجدها على مفترق الطرق بين الشرق والغرب وقبولها للتعددية والتنوع الإثني والتأثير الصوفي والعلمانية الراديكالية في القرن العشرين، أولت الإسلام بطريقة فريدة. بما أن الأتراك قريبون جغرافياً من أوروبا، اكتشفوا الحداثة قبل المجتمعات المسلمة الأخرى، وإذا رجعت قرناً في إسطنبول ستجد مسلمين ليبراليين يتحدثون عن توافق الإسلام والليبرالية أو الديمقراطية، مستشهدين بأدلة إسلامية. لقد عرفت السلطنة العثمانية بانفتاحها على التعددية الدينية والثقافية، لقد رحبت كثيراً بالكاثوليك، كما رحبت السلطنة العثمانية باليهود وأكرمتهم عندما فروا من محاكم التفتيش. لقد تميز الإسلام التركي بالتسامح دوماً، وهذا أساساً يعود إلى أن تركيا كانت إمبراطورية. إمبراطورية استمرت لـ600 عام لا يمكن أن تكون ثيوقراطية تستبد باسم الدين، فالتسامح جزء لا يتجزأ منها، وليس هذا بسبب أن لديهم قلوباً طيبة أو أنهم كانوا مستنيرين، لكن منطق المؤسسة الإمبريالية كان يجبرهم على أن يكونوا متسامحين مع الآخر، وهذا ما حدث. لكن بعد خسارة الإمبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى وانهيارها،
تم التخلي عن أفكار الإسلام الديمقراطي لصالح علمانية مستقوية وراديكالية. يبقى مصطفى كمال أتاتورك بطل حرب وأول رئيس لتركيا والأول في العالم الذي ابتكر جمهورية من أنقاض إمبراطورية، وقد صنع ذلك بخلق أيديولوجية تناقض العقلية العثمانية الإسلامية. نظر أتاتورك إلى الغرب كأنموذج، وآمن أن تحديث تركيا لن يتم إلا بالتخلي عن الثقافة الإسلامية التقليدية. وليقوي تحرر تركيا من الدين، أصدر قوانين صارمة حولت من حياة تركيا العمومية والسياسية. الدولة العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، حيث من حقك أن تؤمن أو لا، لكن العلمانية في تركيا في القديم من الأيام رفض الدين بشكل تام، لقد كانت في الحقيقة ضد الدين. كانوا يعتقدون أن الناس المؤمنين غير عقلانيين ولا يستطيعون تدبير شؤون حياتهم، وحتى يستعدوا لذلك اعتقدوا أن عليهم السير بنظام استبدادي. لتحمي الناس من ضعفهم الناتج عن إيمانهم، ولتحافظ على السلطة التي كانت في زمن العثمانيين بيد السلطة الدينية، مارست الحكومة التركية رقابة مشددة على الدين. في عام 1966 عين الواعظ الشاب فتح الله جولن في مدرسة قرآنية تابعة للدولة، فتزايدت شعبيته بسبب نفعيته الصادقة. لقد بدأ بالبحث عما تحتاجه تركيا وكل الشرق الأوسط، فكان ذلك هو التعليم. قال إننا نحتاج إلى تعليم الناس ليس في المدارس التقليدية أو المساجد، بل إلى تعليمهم الرياضيات والعلوم وأساسيات الديمقراطية. أما الله رضاسه herkes belli bir yolla onu takip eder. Kimisi cephede, serhatlarda askerlik yapar, onu takip eder. Kimisi tekkede, zaviyede, post nişindir, orada takip eder. Benim inancıma göre en önemli mesele eğitimdir. İnsana yapılan yatırımdır. Şirkin onun hakkında koyduğu... في أواخر السبعينيات جذب جولن الكثير من رجال الأعمال الذين بدأوا بفتح مراكز الدعم المدرسي لمساعدة الطلبة غير الميسورين. ومع الوقت شيدوا المدارس. في عام 82 افتتحت أول مدرسة أسسها أتباع الأستاذ جولن غرب تركيا. كان لديها 18 طالباً فقط، لكن العدد ارتفع إلى 600 جلهم من الطلبة الداخليين. أظن أن العيش هنا أفضل من العيش بالبيت، لأننا هنا نستطيع أن ندرس مع أساتذتنا في سكن الطلبة، كما أن أفضل الطلاب في تركيا كلها يتواجدون هنا، لهذا أفضل العيش هنا. وهل أنت أفضل طالبة؟ نعم. مادتي المفضلة هي البيولوجيا، أي علم الأحياء. إنني أحب البق والحشرات والحيوانات الصغيرة. أريد أن أصبح طبيبة، وأيضاً أريد أن أسافر إلى بلدان مختلفة، بلدان أجنبية. أريد أن أصبح مشهوراً كالدكتور أوز. هل لديك صديق؟ تسألك هل لديك صديق؟ لا، أبداً. هل لديك صديقة؟ لا. إن الأستاذ جولن ليس ليبرالياً متفسخاً، بل هو شخص متدين جداً، لكنني إذا كنت لأحكم على ما يدعو إليه الأستاذ جولن، فعلي القول إنه يدعو إلى المساواة بين الجنسين، وإنه يدعو البنات إلى تعليم أنفسهن. تعرف اليوم مدارس حركة الخدمة في تركيا بالتميز الأكاديمي وبالمحافظة على القيم وبالاهتمام بالطلبة، وهو ما فتح الباب أمام طلبة الدراسات العليا الذين لا ينتمون إلى الطبقة العلمانية الحاكمة. لكن رؤية جولن للديمقراطية كانت عالمية.
dünyanın dört bir yanına göç tertip edecek arkadaşlarımız. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır esasına dayanarak halis niyetle dört bir yana şeddi rihal etsin, gitsinler. لقد كانت مدينة سارييفو محاصرة. كان الولوج إليها يتم عبر نفق. إن المكان مظلم وحذاءك مبتل جدا. لا هواء هناك وحقيبة ظهرك تثقل كاهلك. لقد كانت الظروف المادية قاسية ورغم ذلك كنا سعداء من أجل تحقيق غايتنا. في حين توسعت الحركة في تركيا، عمقت حرب البوسنة الهوة بين المسلمين والأرثوذكس الصربيين والكرواتيين الكاثوليك. لكن العاصمة سراييفو صمدت لأطول مدة في تاريخ الحروب الحديث. قتل 12,000 مدني وجرح أكثر من 56,000. لكن هذان الرجلان المسلحان برغبتهما في إرضاء الله من خلال الخدمة وبمعية $300 تسللا عبر نفق ليصلا إلى منطقة الحرب ليس كجنديين بل كمعلمين. لقد أرسلنا أستاذنا الموقر جولن إلى هنا لكي نقدم المساعدة للناس. في ذلك الوقت لم نفكر كثيراً في كيف سنحقق ذلك. كان هدفنا الوصول إلى هنا. كانت الانفجارات والحرب مستمرة. قلت له قد نموت ولا نرجع لديارنا، فهل إذا لقينا حتفنا بسبب الحرب سوف تدعو لنا الدعاء الأخير؟ عندها تأثر كثيراً وغرورقت عيناه بالدموع وبدت علامات الثبات على وجهه وقال: إنني لا أبعثكم هناك لتموتوا بل في سبيل الخدمة من أجل فتح مدارس. كان الله معكم وهداكم سواء السبيل. ذهبنا إلى وزارة التعليم وكان إبراهيم يذهب كل يوم في أغلب الأحيان. كانوا يقولون عن أي مدرسة تتحدثون، فالحكومة على وشك السقوط، لكننا آنذاك لم نستسلم وأصررنا على قرع الباب مرات ومرات. ذات يوم اتصلوا بنا وقالوا: سنمنحكم بناء للمدرسة، فأعطونا موقعا عسكريا قديما كان للصربيين. وليؤسسوا المدرسة التي خاطر أبناء الحركة بحياتهم من أجلها، أقام محبو جولن مباراة كرة قدم ودية لجمع التبرعات، حضرها النجم دييغو مارادونا. كان هذا أول مجهود كبير للحركة، حيث خاطب جولن الجمع المهيب. olan bunca fezai ve fecai arenada kavga edenleri seyrediyor gibi seyreden alemi İslam halklarına bir şey anlatır mülazasıyla. Bir kere de evrensel sporun diline sığındık. جمع الحدث مالا لفتح ثلاث مدارس في البوسنة. سعيد أهميج درس في واحدة منها، والذي يتذكر أستاذه التركي ودروسه عن الحب والصفح. عند رؤية السيد علي بابتسامته يأخذ قلبك على الفور، فلا مكان للقبح في مشاعره وقلبه. ماذا كنا نريد أثناء الحرب؟ الأكل والشرب من أجل إنقاذ حياتنا، لكنهم جاءوا أثناء الحرب لتدريسنا، وقد كان هذا غريباً بالنسبة لنا. في مدارسنا يوجد الصرب والكروات والبوسنة، وهم علمونا أنه لا يمكنك أن تكرهني بمقدار حبي لك. لنحاول أن نحب الناس، فيأتي هذا الأستاذ إلينا ويدرسنا شيئاً مثل هذا. لو لم يأتوا إلى هنا لما فكرت كما أفكر الآن.
ولكنت الآن أكره أولئك الناس. بعد الحرب يبقى الأتراك في البلدان التي عينوا فيها كأساتذة، إضافة لتمويلهم منظمات الحوار بين الأديان كأوركسترا السلطان محمد الفاتح التي تجمع أطفالاً من جميع الأديان. في البوسنة نعزف على الآلات الغربية، وعندما أضطر للعب الموسيقى الشرقية فإنني أحاول أن أكيف اللحن الشرقي مع اللحن الأوروبي، فأحصل عند ذلك على موسيقى خاصة. إنني كصربية أستمتع بالغناء الذي يحب أبي أن يشاهده وأن ينصت إليه. أعتقد أن كل واحد في هذه الأوركسترا يشعر بذات الشعور. برغم أن تدريب محمد كان في الموسيقى الغربية، إلا أنه دمج أفكار التصوف التي يتبناها عند تأسيس المجموعة. إن كل ما خلقه الله جميل ورائع، علينا احترام كل شيء بما في ذلك الموسيقى والنغمات. فمثلاً في الموسيقى الطبيعية الطيور تغني والماء له صوت والغابات لها صوت والريح كذلك. كل الحياة فوق الأرض تشير إلى وجود الموسيقى، والموسيقى لا تغيظ أحداً ولا تشعره بالضجر. لماذا؟ لأنها موسيقى نظيفة حبان الله تعالى بها. إن شاء الله سارايفو، إن شاء الله. إن شاء الله. إن محمداً جاد جداً، إنه يدفع ويدفع ويدفع، وعندما نغني فإنه يريد ذلك جميلاً ومتقناً، لهذا نحاول جهدنا لكي نكون كذلك. إننا نعيش معاً ونغني معاً، مسلمون وكاثوليك وأرثوذكس. علينا أن نحترم بعضنا البعض، وأن نحترم ثقافات بعضنا البعض، وأن نحترم أديان بعضنا البعض. لماذا؟ لأن إلهنا واحد، وهو الذي خلقنا. هناك نوع من التشكك قد نعبر عنه نحن في الغرب، فالكثير منا يبدأ بالتشكيك عندما يواجه حركة كحركة الأستاذ غولين، لأنهم ملتزمون بما يصنعون ويعيشون بشغف على قيمهم. لقد سألت المئات منهم: ما الذي يدفعكم للانضمام إلى الحركة؟ الكثيرون منهم كانوا يريدون لأطفالهم مدارس أفضل تحضر أبنائهم بشكل أكاديمي جيد، وهي مدارس رفاق غولين. لكن الذي أبقاهم في الحركة هي تلك الرؤية التي تجعلهم يعيشون حياتهم وهم يشعرون بالقيمة والسعادة أيضاً، وبالأخص شعورهم بتغيير العالم، بجعلهم العالم مكاناً آمناً للكل بما في ذلك أطفالهم. لقد أحسست أنني أواجه تحدياً شخصياً وليس مهنياً فقط. لقد أحسست بذلك لأنني شعرت أنني أصبحت متشككة، ولم أرد الاعتقاد أن باستطاعة هؤلاء أن يعملوا ويعيشوا في العالم بهذه الدوافع النقية. تعرف الحركة باسم حركة الخدمة بمعناها البلاغي، وتعرف كذلك باسم حركة غولين كونها استلهمت من شخصه. إنه شخص يساعدني على وضع حياتي على أساس قوي بشكل يجعلني أعطي معنى لحياتي.
وأشعر بالصفاء في قلبي لأتساءل لماذا أعيش وماذا سأخدم؟ هناك أشياء عليك فعلها، لكن عليك أن تفقد أناك. وعندما تجتمع مع أخوتك في الصحبة فإنك تعيد ترتيب أولوياتك، وبهذا تحيي إحساسك بإنسانيتك مرة أخرى. يلتقي تلامذة غولين أسبوعياً في مجموعات الصحبة، حيث يتقاسمون الأفكار ويشتغلون على مشاريع خيرية. قد يكون ذلك بمنحة دراسية أو شيئاً يخص شهر رمضان، حيث نحاول مساعدة مجتمعنا والطلبة والفقراء. لا يتعلق الأمر بتنوير الفرد، بل أكثر أي بتغيير العالم. لكن وفي حين أنني أجعل من العالم مكاناً أفضل، فإنني أقوم بتجديد مفهوم الإيثار بنفسي. للحقيقة إن رسالته الأكثر أهمية هي اعملوا بجد واكسبوا المال، واستثمروا هذا المال بما سيعود بالنفع على الناس، ثم طوروا حياتهم. وهذا يعني التعليم والمستشفيات والخدمات الطبية، ويعني كذلك الجمعيات والمؤسسات التضامنية التي ستستجيب لحاجات الفقراء. إن تبادل الأفكار بين الناس من مختلف الأديان والثقافات هو أساس تعاليم الأستاذ غولين. ولتنمية الحوار والصداقة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، التقى غولين بزعيم السفارديم باكشي دورون وبالبطريرك المسكوني للقسطنطينية بارثولوميو الأول. إن بيني وبين سيادته حباً ومودة، وأنا متأكد أن لا أحد من الموجودين هنا سيغار من هذه المودة. وكاعتراف بمجهوده في الحوار بين الأديان، استدعى الفاتيكان غولين للقاء البابا. Biz böyle yan yana durduğumuz zaman bazı kimseleri tanıma imkanını bulacağız. Biz hepimiz de belki bir dönemde böyle tek taraflı sadece kendi düşüncemize iltizam, kendi cephemize iltizam ve karşı tarafı ademe mahkum etme, ne olursa olsun onları silme süpürme atma gibi mülahazalarla öyle bir kültür ortamında yetiştik. Belki o günlere mahsus olmak üzere hissiyatımızı ifade ederken feveranlarımız da oldu, üslup hatalarımız oldu. Ama dünyanın akıbeti böyle çok kötüye doğru kaydığı bir dönemde şimdi bunları daha iyi fark ediyoruz. Bunlara meydan vermemek lazım. بعد الحادي عشر من أيلول أصبح حوار الحضارات والتسامح مألوفين عالميا، لكن حركة الأستاذ غولين ساعدت على تنشيط الحوار بين الأديان والتسامح في التسعينيات قبل هجمات أيلول. إضافة لجمع التبرعات لأنشطة الحوار والمدارس، تمتلك الحركة مركزا للأبحاث ودارا للنشر ومحطة تلفزة وصحيفة الزمان الأكثر قراءة في تركيا. وبسبب نجاح الحركة فإن هناك من يخشى الأستاذ غولين، مثلما أن هناك من يوقرونه. في تركيا تخوف منتقدوه من تطبيقه للشريعة الإسلامية، واتهموه بالتآمر مع الاستخبارات الأمريكية والصهاينة والكاثوليك. هناك الكثيرون ممن يتبعون خطى غولين من الناحية الأخلاقية، لكن هؤلاء أيضاً لديهم سلطة سياسية ولديهم القدرة على بناء شبكات من العلاقات. فماذا لو أن هؤلاء الناس دخلوا البيروقراطية وبالتالي استطاعوا أن يكونوا نوعاً من الهرمية داخلها؟ وكما يقول البعض، فربما ستكون دولة داخل الدولة. بعض الناس من داخل المجتمع التركي يخشونهم ويقولون لا ندري ما الذي سيصنعونه، فهم يصلون ويحققون إنجازات تعليمية وتجارية، لكننا لا نعرف ماذا سيفعلون.
برغم أن الملايين استجابوا لنداء جولين عن الأمل والخدمة، إلا أن المؤسسة العلمانية التركية لم تكن ضمنهم. لقد كانت هناك صورة للأستاذ فتح الله جولين، يقوم جهاز الدولة بالترويج لها بأنه شرير وبأنه سوف ينقل حكم الشريعة الإسلامية إلى هذا البلد، أو أنه يحاول تأسيس جمهورية إسلامية في تركيا. في عام 99 سافر جولين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، وحينها اتهم من طرف مدع عام حكومي خاص بتزعمه لشبكة إسلامية تريد تقويض الحكومة العلمانية. لقد أحست مؤسسة الدولة بالتهديد جراء هذا الصعود الحركي للطبقة المتوسطة البرجوازية، والتي قدرت هذا القائد وتبنت أفكاراً صوفية حول التسامح والتربية وحول التشارك أيضاً وامتلاك الكل لجزء من الكعكة الاقتصادية. لذلك أعتقد أن هذا كان أكبر تحد أمام الدولة، فكان ردهم هو استخدامهم لقانون الإرهاب واتهامهم لجولين بذلك. عندما تمتلك تلك الأيديولوجية التي يمتلكها الجيش وبعض النخب العلمانية القوية والتي لا تثق بأحد على الإطلاق، فإن كل من كان له ارتباط بأي منظمة عمومية حتى وإن كانت ذات اتجاه إسلامي فقط ولم تكن حركة سياسية إسلامية لم تكن لتشكل خطراً. لذلك أعتقد أن كل ما كانوا يخشونه هو أمنهم الشخصي. في حالة صحية رديئة بقي جولين في منفاه الاختياري ببنسلفانيا، في حين كان ينتظر ما ستسفر عنه محاكمته في تركيا. امتدت الحركة إلى أمريكا، حيث أنشأت مؤسسات حوار الأديان والثقافات، كما استطاع أساتذة أتراك ممن تأثروا بفكر جولين فتح مدارس خاصة. تقع مدارسنا كلها في مناطق حضرية، لذلك أغلب ما نخدم هم طلبة الأقليات وطلبة الطبقة المتضررة اقتصادياً. وإذا كان تعاملك مع هذه النوعية من الطلبة، فإن عامل التحفيز يصبح مهماً. أنا مستشار الكلية وأدرس الرياضيات المتقدمة. لو حصلوا على معدل عال في الامتحانات سيحصلوا على منحة، لذلك أنوي مساعدتهم خلال الصيف وسوف أحضر لهم الامتحان التجريبي. كنت أحس بسوء تقدير لنفسي قبل مجيئي لمدرسة الأفق، لأنه يصعب علي تعلم شيء ما وتذكره. إن رسبت في المدارس الأخرى لا يفعلون شيئاً، لكن الأساتذة هنا يتابعوننا لننجح ويمضون كل الوقت لكي يشرحوا لنا ما لم نفهمه دون أن يشتكوا. هناك حتماً بعض الأيام أكون متعبة وأقول لنفسي لماذا أفعل كل هذا، لكن هناك أيام أخرى أرى فيها العلاقات التي بنيت مع الأطفال والمدرسة ومجموعات الحي، فأفرح لكل ذلك. لا يعمل الناس في هذه المدارس لكسب المال بل بدافع التفاني، وأنا أحترمها لأنها تذهب إلى مناطق الفقراء وتساعد الأطفال حتى وإن درسوا في المدرسة العمومية. إن المدارس الخاصة مثل المدارس العمومية يحظر عليها تدريس مادة الدين، لكنها تجذب الانتباه بسبب علاقتها بزعيم إسلامي مؤثر. إن العلاقة الوحيدة للأستاذ فتح الله جولين هي مع بعض الأساتذة الأتراك الأمريكيين الذين إما أسسوا هذه المدارس أو شاركوا فيها، حيث استلهموا أفكار فتح الله جولين حول خدمة المجتمع والناس بغض النظر عن خلفيتهم. رغم أن أغلب المدرسين هم أمريكيون، إلا أن النقاد أشاروا إلى أن دافعي الضرائب يدفعون ثمن تأشيرات المدرسين الأجانب، وقد أبدوا تخوفهم من انتشار الإسلام. أظن أن الناس داخل الحركة
يشعرون بنوع من الخوف لأنهم يعلمون أنه وبالرغم من أن الحركة ليست حركة إسلام سياسي، إلا أن بعض الناس في تركيا يحاولون إظهارهم على أنهم ينتسبون لحركة سياسية. معظم هؤلاء من العلمانيين المتعصبين ويروجون لهذه الصورة، وإن كانوا أقلية قوية تحارب الإسلام، فهم يعتبرون حركة الخدمة حركة إسلامية، وبالتالي تكثر الشكوك حول ما يصنعه منتسبوها. لقد جاءوا في وقت تشعر فيه أمريكا والغرب بتشنج نحو الإسلام، وهناك أناس كثر أخذوا موقفاً صارماً من أن الإسلام دين قتل وعنف، وأن المسلمين مجرمون وأناس مخادعون ولا يستحقون الثقة. وهناك عدد من هؤلاء لن يغيروا موقفهم هذا من الإسلام والمسلمين ولو أقنعتهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة. حي على الصلاة. بالتزامهم بأنشطة حوار الأديان، تستقبل الحركة مجموعات صغيرة تتكون من أناس من ثقافات مختلفة يأتون إلى تركيا. الفكرة هي إظهار الكرم التركي والتعريف بالتاريخ التركي والمواقع المقدسة. لقد اكتشفت بعض الأشياء عن ديني الكاثوليكي وعن التزامي المسيحي من خلال رؤيتي لشيء مختلف حول علاقة المسلم بالله. هذا الاختلاف دعاني إلى التفكير بشكل أعمق. لماذا هذا الاختلاف؟ وهل أغار من شيء ما بهذا الاختلاف؟ يمكنني أن أخذ كتاباً يتحدث عن الأديان والثقافات وأقرأه، لكن هذا لن يمنحني أبداً الفهم الناتج عن التفاعل مع شخص ينتمي لدين آخر، فالحوار بين الأديان أساسي. في قونيا يزور سكوت ألكسندر وصفاء زرزور ضريح جلال الدين الرومي، الشاعر والعالم والمتصوف الذي عاش في القرن الثالث عشر. ولهذه الزيارة أهميتها للحركة بتركيزها على مشاريع التسامح والأعمال الخيرية والحب. هذا شعر مكتوب في القرن الثالث عشر، وبداية هذه القصيدة الملحمية هي قصة ناي. الناي لديه هذا الصوت اللاهث والمثير للذكرى، لكنه صوت حزين. إنما يسمعه الرومي في هذه القصيدة هو هذا الصوت المشتاق للعودة، فالقصب يقطع من أصله ليصبح ناياً، وقصيدة الناي تحكي اشتياق عود القصب إلى أصله، ما يرمز إلى اشتياق روح الإنسان للعودة إلى ربها. يخرج الدراويش وهم يمشون في عباءاتهم الصوفية الداكنة، في حين ترمز العمامة الأسطوانية إلى شاهد القبر، وترمز الملابس الصوفية الداكنة إلى أرض القبر. وكلما مشوا في دوائر بدأوا بالتخلص من عباءاتهم وظهروا في أكفانهم البيضاء، بعد ذلك ينطلقون بالدوران وتبدأ أيديهم فوق صدورهم بالتفتح، باسطين كفوف أيديهم اليمنى نحو الجنة وكفوف أيديهم اليسرى إلى الأرض، ويكون دورانهم بجهة الرجل اليسرى عبر محور القلب، بحيث يرمز ذلك الدوران إلى اليسار إلى أن القلب هو الصلة بين الجنة والأرض، وبهذا القلب يلتقي الإنسان بربه. ثم يبدأون بالانسلاخ التدريجي رويداً رويداً
من عالم التراب ليدخلوا بسلاسة متناهية في حالة الحضرة الإلهية. هناك جانب آخر في عالم التصوف، وهو ذاك التصوف الفكري أو الفلسفي، هو نوع من أنواع فهم الحقيقة وراء الحقيقة. فالقرآن يقول أن الآيات الإلهية توجد في الآفاق وفي الأنفس، ولذلك نجد أن فلسفة الرومي تتسع لتشمل هذه المعاني، فهي من التصوف الذي يدعوك لترى آيات الله في كل شيء. أما الجانب الثالث فهو الفعالية الحيوية بالرغبة في تغيير العالم. كن كالنبي الذي أدرك الحقائق السامية ثم نزل ذلك واقعاً ملموساً لجعل العالم مكاناً أفضل. ربما نستطيع أن نربط بين محطات التاريخ لنصل إلى فتح الله جولين. كنت دائماً أسأل مدرستي الآنسة عائشة، لماذا جئت إلى هنا، إلى هذا البلد؟ فترد، لأساعدكم ولأعلمكم. نرجس خالد واحدة من الأكراد الكثر الساكنين في شمال العراق، وكانت طالبة في مدرسة جولين قبل أن تدمرها الحرب. مرت الطائرة فتحطمت نوافذ المدرسة وكان أمراً هائلاً. لقد ظننا أنها النهاية، نهاية العالم. بقي المدرسون معنا هنا، ولم يغادر أحد منهم إلى تركيا، ومكثوا هنا. كانوا يتصلون بعائلاتنا ويطمئنونهم بأننا معهم وأننا بأمان. لقد كان، لا يمكنني أن أعبر كيف كان الحال وقتها، فلا أستطيع تمالك نفسي عندما أفكر بذلك، لأنني دائماً أبدأ بالبكاء. وكما حال الكثير من تلامذة مدارس جولين، أصبحت نرجس مدرسة في مدرستها. واصلي في الصفحة التالية. رحيل، هل تستطيعين قراءة ذلك؟ أستسلم. إنني أفكر في الكثير من الأحيان في الناس من حولي، خصوصاً تلامذتي، فهم يرونني مثالاً وقدوة. هم يقلدونني، سواء فعلت شيئاً حسناً أو سيئاً، هم يقلدونني. لذلك عليك أن تكون حذراً مع أي حركة وأي كلمة تقولها وأي شيء تفعله، لأن عليك أن تكون ذاك الإنسان الذي يريده الله. سافرت الراهبة الكاثوليكية مارثا آن كيرك من تكساس إلى العراق لتوثق أعمال الحركة. مكثنا في المهجع سوياً، وكانت في كل صباح تستيقظ فيه تقول: الحمد لك يا إلهي على هذا اليوم الجديد، وهذا شيء تعلمته منها، أي أن أكون شاكرة لله على كل يوم جديد. ماذا تريدين أن تكوني عندما تكبرين؟ أريد أن أكون مهندسة. مهندسة؟ حسناً. مهندسة أو مصممة؟ مهندسة أو مصممة. طبيبة. طبيبة. ماذا عنك؟ مدرسة. مدرسة؟ نعم. هل ستدرسين الإنجليزية كما تفعل؟ نعم. جيد. السلام عليكم. البارحة قالت أمي لأبي: إنك تحب نرجس أكثر من بناتك وأبنائك الآخرين، إنك تحبها أكثر منهم. فرد أبي: إنها مختلفة عن البقية. عندما أسمع هذا الجواب أقول لأبي من داخلي: إن هذا ليس بسببي، إنه بفضل المدرسة التي علمتني كل هذا. لقد قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان: لا شيء أكثر أهمية من أجل تنمية بلد ما من أن يتم تعليم البنات فيه. عندما كان عمري 15 سنة قررت أن أصبح مهندسة. أحببت ذلك لأنني ظننت أن مدينتي بحاجة إلى مهندس، فهناك العديد من المشاريع. جاني حسن من أوائل خريجات ثانوية الخدمة للبنات في السليمانية بالعراق. لقد كان أهم مشروع بالنسبة لي هو مشروع المياه. نصف سكان السليمانية تقريباً كانوا بحاجة إلى المياه، والآن يمكنهم الاستفادة من الماء بفضل المشروع. كنا نضع الإسمنت من السادسة إلى العاشرة ليلاً
في هذا المكان وكنا هنا نعمل مع الرجال. هذا رائع. ما هي تكلفة مشروع كهذا؟ كلفنا هذا المشروع 30 مليون دولار. يقولون هنا أن الهندسة ليست للبنات. ماذا تقول أمك عن اختيارك؟ في الحقيقة إن أمي لم توافقني الرأي، لكنني سعيدة الآن، فأنا أحب عملي. في البداية لم يثق الرجال بي كوني فتاة، لكن الآن عندما أظهرت قدرتي وعملت بجد وأصرار وقلت أنني قادرة على عمل هذا وأظهرت قدرتي، أصبحوا الآن بإمكانهم أخذي إلى مكان المشروع لأكمل ما بدأت. الرعاية الصحية من أولويات الحركة، فرجال الأعمال يستثمرون في المستشفيات كهذا المستشفى في أربيل. نستقبل في كل أسبوع مريضاً يعاني من إصابات بسبب قنبلة أو قذيفة أو رصاص، حيث يأتي المرضى من كل أنحاء العراق. هذا المريض مثلاً تحمل إصابة في ساقيه جراء متفجرة وضعت في سيارته، فأعدنا العصب والشرايين إلى مكانيهما وعالجنا الكسور. كان الدكتور بيرقدار جراحاً مجهرياً في إسطنبول عندما سمع عن مستشفى جديد في أربيل. جئت عام 2009 وأقضي شهراً هنا وشهراً في إسطنبول حيث بيتي. في العام الماضي حدث حادث لشاب هنا حيث قطعت ذراعه. كنت في بيتي فاتصلوا بي للرجوع، لكن كان من الصعب أن أكون هنا في 6 ساعات ولم أستطع، وبسبب ذلك فقد الشاب ذراعه، لذلك جئت بعائلتي إلى هنا. برغم أن أغلب المرضى يدفعون ثمن الاستشفاء، لكن تعاليم غولين تقول إن على الجميع تلقي العلاج ولو لم يتمكنوا من الدفع. عندما يحتاجك الناس فإنك تعيش بشكل أفضل وتشعر بالتقدير. عندما تكون في إسطنبول وتستطيع المساعدة في أربيل، لكنك لن تستطيع مساعدة الناس بسبب بعدك، ولن يفعل ذلك شخص آخر، فلن تستطيع أن تنام بسبب ذلك. لقد تأثرت بمنظر آلاف الرضع وهم يموتون في الصومال، وهذا ما دفعني للذهاب. كنت أفكر بأبنائي وهم بصحة جيدة، لذلك ذهبت إلى هناك لكي أحمد الله تعالى على نعمه. بعدما رأوا التقارير الإخبارية عن عشرات آلاف الصوماليين الذين يموتون بسبب المجاعة، ذهبت الطبيبة أمينة اليبرق والطبيب جلال قاضي إلى حيث يحتاجهم الناس رغم خطورة المكان. لا يوجد هناك ماء ولا غذاء ولا دواء، ولا يوجد هناك شيء البتة. فقط توجد جمعية كيم سيريوكمو في الصومال. إن عمليات الإغاثة عقب الكوارث هي إحدى مبادرات الحركة، فمنظمتهم كيم سيوكمو التي تعني بالتركية هل من مغيث، تنتقل في كل العالم لإنقاذ الضحايا، وغالباً ما يشكل ذلك خطراً على المتطوعين. عندما وصلنا إلى الصومال كان الجو ممطراً، المطر ممتع، لكننا شعرنا بالانزعاج لأنه كان معنا 21 صندوق دواء وخشينا أن تبتل. جلبت معي جهاز موجات فوق الصوتية جيداً، وقد ساعدني على المستوى الشخصي في فحص وتشخيص المرضى. في مقاديشو يستخدم متطوعو كيم سيوكمو مقر الجمعية ذا الحراسة المشددة كمكان للسكن. أكثر من 4000 لاجئ يقيمون في هذا المخيم، آملين بالقليل من الماء والغذاء للنجاة من الجوع الذي يتوقع أن يطيح بحياة واحد من كل 3 يعيشون في الصومال. نقول للناس أن الصوماليين يقيمون في خيام،
لكن ليس كتلك الخيام التي تعرفونها، فهي تتكون من فروع أشجار مغطاة بثياب قماشية. لا أستطيع تخيل الناس مع أطفالهم عند هطول المطر. إن الوضع خطير جداً. أتعاني من الملاريا؟ إنها تعاني من الملاريا والزحار. هل ذهبت إلى العيادة؟ نعم، لقد أعطوها وصفة طبية. قل لها أن تأتي إلى العيادة وسوف نعطيها الدواء. أنشأ الأطباء عيادة مؤقتة في مبنى قديم، وهناك صف طويل من المرضى ينتظرون دورهم خارجاً. ذهبت اليوم إلى واحد من أكبر المستشفيات في مقديشو، وبالفعل هو الأكبر. رأيت هناك مريضة تنزف وكانت بحاجة إلى عملية جراحية. امسكها بلطف، بلطف. هذا رائع. لقد فوجئت كثيراً لأنه لم يكن هناك أدوات، وكان هناك فقط 3 مساعدين جاءوا لتوهم من تدريب في تركيا. هذه قاعدة ذهبية، هل فهمتها؟ الحمد لله، فكل شيء مر على ما يرام وبخير. مرة في كل شهر ينتقل أطباء كيم سيوكمو المتطوعون إلى السجن لفحص أكثر من 1400 سجين وسجينة. كما توفر الجمعية وجبة كاملة لكل السجناء مرة في اليوم. إن أكبر مشكلة تواجهنا تكمن بتزويد المياه من ماء البحر، فالمكان الذي يتواجد فيه السجناء حار جداً، وعندما يستحمون يبدأ نابع حك جلدهم، وهذا يخلق مشاكل ويمرضون على الدوام، فنحن بحاجة إلى أحد يساعدنا للحصول على مياه نقية لهم. كان مطلب سيجلب الصابون لكنه لم يفعل. هل تظنين أن الحراس سيتركون الصابون للسجناء؟ سيحتفظون به. مطلب، لقد نسيت الصابون مرة أخرى. إنه ينسى دائما. أنت هو الدواء يا مطلب. كانوا ينامون على الأرض إلى أن أحضرت جمعية كيم سي يوكمو فرشاً. إننا نقدم لهم الملابس ومناديل تطهير معطرة. لقد ذهبت حركة الخدمة بمعلميها إلى بلدان مختلفة وأنشأت مدارس، لكن في الصومال كان أطباء الحركة أول من جاء للمساعدة. إنني فخورة بذلك. هناك المئات والمئات من الحركات الاجتماعية ذات الأصول الدينية التقليدية، وكلها تعمل لخدمة الناس. لكن ما يميز حركة جولين هو أنها أولاً تركية وثانياً إسلامية. هذا كل ما في الأمر، وبالنظر إلى ذلك نجد أن هذا رائع، برغم أن هناك الكثير من الحركات التي تشترك معها بنفس الأهداف والتوجهات. علينا الاحتفال بهذا، فبعدد المحتاجين علينا أن نكثر من عدد الحركات التطوعية. بعد 8 سنوات طوال برئ جولين في محكمة الاستئناف التركية العليا. كانت تركيا حينها تحاول دخول الاتحاد الأوروبي، وهو الشيء الذي حتم عليها تأسيس أرضية للحريات وإلغاء محاكم الأمن التي اتهم فيها جولين، حيث توجب عليه وفق ذلك العودة إلى تركيا. إنه رجل حذر جداً،
ويعرف أنه في اليوم الذي سيرجع فيه إلى تركيا فإنه سوف يستقبل بهتافات كبيرة من الملايين، وهذا بالتأكيد سيربك الحكومة، وسوف يربك بالتالي الجيش، وسوف يربك القوى العلمانية أيضاً. أثناء التحضير للأولمبياد العلمي، الممول من الحركة دعا رئيس الوزراء إردوغان جولين للعودة إلى الوطن. لكن وبرغم شوقه الكبير لم يستطع جولين للأسف تلبية الدعوة. أعتقد أنه من الصعب جدا أن تكون في مكان جولين، فهو الآن شخصية عمومية عالمية ولا يعتبر كتركي فقط يقول هذا أو ذاك، بل يرى الناس فيه اليوم زعيما مسلما. كل ما يقوله سيكرره محبوه وأفراد حركته في شتى بلدان العالم، لذلك يجب لرسالته أن لا تبقى غامضة كي يفهمها الجميع، وهذا صعب. لديك حالة شخص جاء إلى هنا وبقي أساساً في الخفاء، فهو لا يريد أن يظهر على التلفاز ولا يريد أن يجول في البلد لإلقاء خطب عمومية، ولا يريد حتى أن يلتقي بالأفراد البارزين من محبيه. إنه بالأحرى يعيش نوعاً من حياة المتصوف المنزوي. İnsanların böyle insan öldürmeye cinayetleri, zulümlere, haksızlıklara, şiddetlere, hiddetlere kilitlendiği bir dönemde bu şiddet, bu hiddet ne ölçüde kırılabilirse ben onu şahsen insanlık adına çok önemli bir şey sayıyorum. Evet, insanların insanca yaşamalarını, insan ufka yükselmelerini, birbirleriyle sarmaş dolaş olmalarını, Hazreti Mevlana'nın oluşturmaya çalıştığı o ufkun oluşmasını, o atmosferin oluşmasını, kinlerin, nefretlerin gömülmesi, üzerine kayaların yerleştirilmesi, bir daha hortlamasına meydan verilmemesi, bunu istiyorum ben. Siz de onu isteyin. أعتقد من وجهة نظري أنه مرتبط روحيا بالله تعالى. إنك تظن أنك تدعو نفس الإله في نفس الوقت، لكن ما أريد أن أقوله وأنا في حضرته هو يا رب أعطي فتح الله جولين ما يسأله، فعوضاً من أن أسأل عن شيء لي إنني أشعر بأن علي فقط أن أقول آمين لما يطلبه ويدعو له.